أظن بأنهم غادي يقدموا الإضافة، لأنه في النقاط اللي عندنا فيهم يعني الخصاص وسط الميدان الجناح، راه انت كتشوف الوردي والحفيظي ليمونور والزهراني في الجناب، جديد ديال بالجديدة المهاجم لاتاكون. دابا حنا نحاولوا ان شاء الله، لان ما نجحناش باش نقولوها ان ننتدبوا مهاجم لظروف خاصه ان شاء الله من بعد، ولكن اليوم نعول على خيبه، نعول على بنجديده، نعول كذلك على الرحيمي باش ان شاء الله يسدوا هذا الخصاص. هذا وراه مولدات جايين، خصنا ما نقلقوش وما نزربوش، الخير جاي ان شاء الله. بريزيدون كلشي كان كيتسنى في مهاجم افريقي يعني من مستوى فريق، غادي نهضروا على المهاجم الافريقي في حلقه خاصه باش نديطاو حتى نشفي الغالي اللي كنتلقى دابا خصوصا من ولا الرقم ديالي عند العادي والبادي، غادي كل واحد غادي يمشي غالي، ونتمنوا انه يكون نجاوبوا اننا بالاجوبه ديالنا نقنعوا هاد الناس ويعرفوا شنو طرا. اظن بانهم غادي يقدموا الاضافه، لانه في النقط اللي عندنا فيهم يعني الخصاص وسط الميدان الجناح، راه انت كتشوف الوردي والحفيظي ليمونور والزهراني في الجناب، جديد ديال بالجديده المهاجم لاتاكون. دابا حنا نحاولوا ان شاء الله، لان ما نجحناش باش نقولوها ان ننتدبوا مهاجم لظروف خاصه ان شاء الله من بعد، ولكن اليوم نعول على خيبه، نعول على بنجديده، نعول كذلك على الرحيمي باش ان شاء الله يسدوا هذا الخصاص. هذا وراه مولدات جايين، خصنا ما نقلقوش وما نزربوش، الخير جاي ان شاء الله. بريزيدون كلشي كان كيتسنى في مهاجم افريقي يعني من مستوى فريق، غادي نهضروا على المهاجم الافريقي في حلقه خاصه باش نديطاو حتى نشفي الغالي اللي كنتلقى دابا خصوصا من ولا الرقم ديالي عند العادي والبادي، غادي كل واحد غادي يمشي غالي، ونتمنوا انه يكون نجاوبوا اننا بالاجوبه ديالنا نقنعوا هاد الناس ويعرفوا شنو طرا. اعاره نقول لك المرباح كايا مشى لطنجه، لانه كان ما بغاش، ما بقاش قاد يكمل في الرجاء وباغي يلعب، لانه تيقول لك انا عندي المدرب تيقول لي ديال المنتخب الوطني ديالهم خصك تلعب، انت حارس مزيان ولكن ما كتلعبش، دونك قال لك انا نمشي عند اي فريق خصني غير نلعب ندير ماتشات في رجلي، وعنده الحق طلقناه ومشى. مشى راه دابا كذلك نقصوا المصاريف ديالو على الرجاء، خلى جزء من المنحه ديالو، راه ما مشاش غير هكاك. اكسيل مشى الاسفي، راه سمح 75 مليون في لي سالير ديالو، واحد 15 مليون الدار والمسائل الاخرى، واحد 100 مليون اللي ربحاتها الرجاء. مشى الاخر فورسي كذلك، ما بقاش لي سالير ديالو اعاره الاسفي، كيخلصوا له لا ترونش ديالو. هذا كلهم كان عبء مالي على ميزانيه ديال الرجاء، ومنها اللاعبين اللي ما كانوش كيلعبوا عندنا، كانوا غير جالسين راه نجمو. واحد الوقيته كنت يقول لك واش بغينا هذا يدير هذا صيفطو، ما خصناش هذا صيفطو، ويلي على صيفطو هذاك، ولا نبداو نقلبوا ليه على كاين الاخر اللي مشى كذلك هيثم البهجه، اللي مشى خدا الوراق ديالو، راه خلص، راه خلى 50 مليون اللي ما عارفهاش، وتيقول علاش طلقوا، ما كانش كيلعب، خلى 50 مليون وعطى 30 مليون، هي 80 مليون. يعني 30 مليون عطاهم؟ وي، هي 80 مليون في العقل، إذا كان غير جالس ما كانش كيلعب، وكان عندنا مشكل، خصك تعرف اللاعبين اللي ما تيكونوش يلعبوا راه ماشي ما كيجيش يلعبوا، تيجي كيربع يدو يبقى جالس ولا كيجبد القرآن في التليفون ديالو، راه كيكون عندك مشكل في المستودع، تيكون عندك مشكل تجي غير تهضر، خصك تلقى له حل، تيقول لك أنا خصني نلعب، وهاد المسائل كتفوتني أنا، المسائل التقنية ما كنتكلفش بها أنايا، يعني كاين مدرب ما غاديش نفرض عليه أنا التشكيلة اللي غيبدا يلعب بها. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.